شنو قصدك فوضى يقودها المجهول؟ يعني تعني التظاهرات الفوضى يقودها المجهول؟ التظاهرات فوضى، التظاهرات فوضى، لا تزعل من هذا ولا يزعل أخوي المتظاهر. تدري ليش فوضى؟ خطاب موحد بالمطالب ماكو، قيادة تمثله ماكو، حدود جغرافية للتظاهر ماكو، هذا فوضى، وهذه هي المشكلة وهذا هو المأزق. أنا مرة قلت في إحدى القنوات، قلت يا أخوان عندنا معادلة فيها طرفين، طرف فاسد اللي هو النظام، ولكن فاسد معلوم. يعني أنت تفكر بهذا أم الحكومة أيضا تفكر بهذا؟ أني الآن أني أقول عندي معادلة. أنت نقلت عن السيد عادل عبد المهدي أنه لا يقدم استقالته هو إلى الفوضى التي يقودها مجهول، بالتالي الحكومة تعتقد وأنت أيضا تعتقد أنه التظاهرات الآن هي فوضى. أنا أعتقد فوضى. فوضى ليش؟ بسبب أنه لا جغرافيا محددة ولا قيادات محددة ولا مطالب محددة. أحسن. الآن المطالب وغير محصنة من الاختراق. الاختراق حاصل من جهة حزبية داخلية وخارجية، داخلية وخارجية، خليها كلها. طيب أنت شلون تقبل رئيس وزراء العراق يقدم استقالته لهذا الواقع؟ شلون؟